الاهلي، وتعالوا على السريع نروح كده نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه مختلفه وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي سامعينك. يا صباح النصر عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والنادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ده طبعا بعد تخطي عقبة وفاق سطيف، وللسنة الثالثة على التوالي هنكون في النهائي، وخلاص بقى احنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم النجمة ال11. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، وإن شاء الله اللقب ال11 يكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة كريم يا نهاوند إنه التأهل للأدوار النهائية مش بس كان من نصيب رجال كرة القدم، لا كمان فريق الماسترز رجال كرة الطايرة بيتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية، ده طبعا بعد فوزهم على فريق الجمارك النيجيري بنتيجة 3-0. الحقيقة إن هم عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على جميع الأشواط، يعني قدروا يحسموا الشوط الأول بنتيجة 25-11، الشوط الثاني بنتيجة 25-16، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-9، وبكده بقى يتأهلوا لنصف نهائي البطولة. يعني خليني كمان أقول لكم ان النهارده هيكون نصف النهائي هيواجهوا فريق ميناء دولا الكاميروني، وفي بقى خبر حلو لجميع جماهير النادي الاهلي، وانه هيتم بث المباراه مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه هتكون الساعه 5. يعني طبعا يا ريت كل المشاهدين يتابعوا المباراه اليوم ويكونوا دعم وسند للفريق زي ما عودونا دايما. كمان رجال اليد طبعا حابه اهنئهم بعد تاهلهم لنصف نهائي بطوله كاس الكؤوس، ده طبعا بعد فوزهم على فريق نيامي بطل النيجر، عملوا مباراه كبيره جدا امبارح. كمان طبعا حابه اهنئ اللاعب محمود نعمان لحصوله على افضل لاعب في المباراه امس، يعني كريم ونهمند هو عامل بطوله كبيره جدا، يمكن دي مش اول مره اللي يحصل على افضل لاعب، كمان كان حصل على افضل لاعب في مباراه كيركوس الاثيوبي في دور المجموعات، بتمنى له طبعا كل التوفيق هو وكل رجال كرة اليد بالنادي الأهلي. كمان طبعا حابة أهنئ سيدات كرة اليد بعد تتويجهم ببطولة منطقة القاهرة، ده طبعا كان يوم الخميس الماضي بعد فوزهم على فريق الشمس بنتيجة 34-24. بهنئ طبعا جميع اللاعبات وكمان الجهاز الفني بقيادة كابتن يحيى يوسف، بتمنى لهم طبعا كل التوفيق في ما هو قادم وإن شاء الله مزيد من البطولات. كمان بقى خلونا أخيرا نروح للعبة كرة السلة، طبعا رجال كرة السلة كانوا تعرضوا أمس للهزيمة من فريق الاتحاد في المباراة الرابعة من نهائي دوري السوبر، لكن لسه البطولة ما زالت طبعا موجودة، يعني عندنا أمل كبير جدا أنه رجال كرة السلة يقدروا يحققوا بطولة دوري السوبر. غدا إن شاء الله هيلعبوا مباراة حاسمة، هي المباراة الخامسة، الفايز فيها طبعا هيحسم لقب دوري السوبر لصالحه. نتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة، يعني طبعا كلنا بندعمهم وبنشجعهم، إن شاء الله غدا نكون بنحتفل بدوري السوبر تحقيق بقى موسم يعني الحقيقه للتاريخ، حققوا بطولات كتير جدا هذا الموسم. يعني طبعا يا نهاوند ويا كريم زي ما قلت الحقيقه انه جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي عندها مباريات مهمه جدا الفتره القادمه، سواء كره القدم، كره الطايره، كره اليد او كره السله، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يتوجوا بالبطولات ويفضل النادي الاهلي دايما رقم واحد. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هناء ابو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة.